ألا فالصلاة لخادم الرسالة وسيد الأنبياء ذا الجود والبسالة. ألا فالصلاة لخادم الرسالة وسيد الأنبياء ذا الجود والبسالة. اسمك يبتدئ حيا ذو الجلالة يا رزق الجميع ارزقنا الحلالة بنور القبول وجه دوام تلالة ودوحة رحمتك ننعم بظلالة. أصدق في الفعل يا رب والمغالى ونفسي الجام حيوت الجيم بعقالة أكو في الطاعة ليك نايما انشغالة إذا أدب معاك ليوم انتغالة. على الصلاة يا خادم الرسالة والأحقاد زالا طيب للنفوس والأحقاد زالا وجنود اللعين بين من خزالا. على أبو الصلاة يا خادم الرسالة وسيد الأنبياء ذا الجود والبسالة. يوم وضع السماء ازدادت بروجا بالحسرات خروجا. على ابو الصلاة يا خادم الرسالة وسيد الأنبياء ذا الجود والبسالة. محمود الطباع السمحات فعاله يا محمود الطباع السمحات فعاله كان يرفع الثياب بل يخصف نعاله صودا علو بارك نسل الناس يوم خاص صودا علو خدام نجير زي ابناه علو. على فصلا يا خادم الرسالة وسيد الأنبياء ذا الجود والبسالة. قولك منه طرب. على ابو الصلاة يا خادم الرسالة سيد الأنبياء ذا الجود والبسالة. يا احباب الرسول ربنا اصطفاه يا احباب الرسول ربنا اصطفاه كي القلب نور لمن قال كفاه كان ينظر امامه ويضا من قفاه والحب الكريم من النار عفاه. على ابو الصلاة يا خادم الرسالة وسيد الأنبياء ذا الجود والبسالة. مدحا
معك يا الرسول طول لي رقابنا ملحق يا الرسول طول لي رقابنا لا عريض في ولهيش ونرقص غير رقابنا اطمع لنا شيء نترك لي عقابنا شافي عظامنا هذا بالصلاة يا خادم الرسالة سيد الأنبياء تنجوم الرسالة مدحك يا الرسول طول لي رقابنا مدحك يا الحبيب طول لي رقابنا نعرض في ونهيز ونرقص بيه رقابنا اطمع لنا شيء نترك لي عقابنا لي عقابنا إرثا غير هوا يا شافي عظامنا هلا بالصلاة يا خادم الرسالة سيد الأنبياء زرجوك البسالة أقمنا أي شيء يغنيك يا مسامر Oh,